طريقة لدعم الباجي أكل الخضار. أولا نقسمها بهذا الشكل ونقطعها لأجزاء، وعندما نقسمها لأجزاء نضعها فوقها، نضع التفاح فوق البذور، طبعا لا نخلط البذور معها بل نضعها فوقها ونقدمها للطيور بهذا الشكل. وهكذا قدمناها للطيور وهي بدأت تأكل، ونصبر عليها، نقدمها دائما هكذا حتى يأكلونها لوحدها، يتعودون عليها ليأكلوها وحدها. اليوم خلصنا الفيديو هكذا، نكون قد تعلمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.